نجد المراهقين يميلون يعني بيميلوا لتقليد الشخصيات البارزة، يعني كان زمان قدوتهم حاليا قدوتهم ومثلهم الأعلى اتغير. زمان كان قدوتهم العلماء، الشخصيات الشعراء الشعراء، والمفكرين والكتاب أما كده يعني. حاليا يعني خصوصا الجيل حاليا بقى قدوته الممثلين، المطربين، وخصوصا يعني المهرجانات وكلماتها للأسف اللي هي ما فيش أي محتوى فيها، وتلاقي الأطفال بتردد، فبقى قدوتهم ومثلهم الأعلى تغير تماما. فكيف نستطيع أن نجعلهم يميلون إلى الاقتداء بالشخصيات الصالحة؟ يعني إزاي أوجههم أنه ياخدوا الشخصية الكويسة هي مثلهم الأعلى؟ هقول ان الممثلين شيء مش وحش، لكن من هم؟ صحيح، الاختيار هنا دي نقطة مهمة. فهقول ان الفن رائع جدا، التمثيل شيء راقي جدا، صحيح، والتمثيل بيعبر اصلا عن الامور الداخلية للشخص ويخرج جواه صحيح امور ممكن تبقى ايجابية قوي. لكن المشكلة بقى في الاقتداء بالشخصيات السلبية، صحيح، وده دور الرقابة. ده أولا الرقابة المجتمعية، الجهات المسؤولة عن مين الممثلين اللي حضرتك بتتكلمي عنهم، صحيح، مين الشخصيات اللي بيقتدوا بيهم، لأن في شخصيات رائعة جدا راقية أكيد جدا. بالفعل، وإحنا دايما كنا بنتكلم عن يعني زمن الفن الجميل أكيد قد ما إيه شاء الله. بالظبط، كان في قيم وكان في أخلاقيات وذوقيات كانت رائعة جدا وراقية. اللي كنا بنقول عليها السينما النظيفة، يعني إنه حتى كانت يعني بابا بيقول لي عادي كانت الأسرة بأكملها بتقعد تتفرج وبيبقى فيه مشاركة. دلوقتي برضو الرقابة، يعني مثلا ممكن يكون الممثل بيقدم مشاهد مش كويسة أو محتوى ممكن يكون مثلا سلوك عدواني، أو فده بيأثر على المراهق، بياخده يعني اللي هو إيه ده صح، طب أنا هعمل زيه، انا همشي في سكة البلطجة اللي هو بيعملها ويفتكر ان ده صح. هو الحقيقة ان هنا دور بقى الجهات الرقابية. اولا المحتوى ده لازم يكون يعني في مسؤولية حقيقية تجاه الدولة، تجاه موضوع الجهات الرقابية، ده جزء اساسي. صحيح، لكن كمان هقول ان الاسرة ليها دور كمان مكمل. فدور الاسرة، دور المجتمع الديني كمان ليه دور اساسي، ان ازاي بعلم الطفل ان العنف والظلم والقهر والبلطجه كل دي امور سلبيه، ودي بقى بترجع لجزء النشأة والربايه. طبعا يعني مفروض كمان وزاره التربيه والتعليم بتشارك في جزء زي دوت. صحيح، فمفروض ان احنا بنزرع قيم واخلاقيات وثقافه تكون سليمه سويه. صحيح، المفروض المجتمع كله يلفظ كل السلبيات دي تماما عشان نقدر نقول ان الجيل بيطلع بطريقة سوية. في مشكلة عندنا تانية النهاردة كمان في السوشيال ميديا، الألعاب اللي هي العنيفة زي الببجي وألعاب زي كده اللي بتكون صحيح، بتخلي الطفل دموي، ده بيميل حقيقي، للقتل، بيميل للعنف. فهقول ان السوشيال ميديا ليها دور أساسي طبعا مع الفن والتمثيل اللي هو يعتبر تمثيل غير راقي هابط، ما صحيح، ينفعش يتوجد بالنسبة للأطفال. كل دي حقيقي، جهات رقابية مفروض يحصل فيها حسم قوي في الموضوع دوت بالفعل، عشان نقدر نكون بننقذ الولاد من الجزئية دي. بس هقول ان ده كمان مرتبط بثقافة الأسرة والثقافة المجتمعية، وده شيء أساسي. صحيح، فهقول ان كل حد ليه دوره. ولو انا قلت ان الأسرة ليها طبعا دور أساسي، والمفروض تكون الأسرة يعني متعاونة مع بعض، متفهمة ان المفروض ان انا بزرع داخل ابني الثقافة السوية، ان لما حتى بتصادف ان ابني شاف حاجة زي دي ببتدي اعبر له ان انا مش متقبل دوت، وانت كمان كحد يعني راقي مهذب متربي بطريقة صح المفروض ان انت تلفظ الفكر ده. فلو انا بزرع جوه ابني الفكر دوت هو اوريدي هيلفظه، لان الطفل دايما بيميل للسلبيات بطبيعته. صحيح، لكن لو لقى ان القدوه داخل البيت بتحسم قوي الامر وان ده شيء مرفوض بجد، هتلاقي الطفل بيرفضه.